طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة لكتشر كام؟ لكتشر 8. هنتكلم فيها على الكيوز استكمالا للي احنا قلناه المرة اللي فاتت على الستاك. الستاكس هي احنا اتفقنا ان هي داتا ستراكشر تشتغل في بروبرتي، شكلها ازاي؟ لاست ان فيرست اوت، يبقى اللي بيدخل الاول هو اللي بيخرج في الاخير. في الاخر عرفنا ايه الاوبريشنز بتاعتها وعرفنا الامبلمنتيشن وخدنا امثله عليها. هناخد المثال الثاني ليها للديتا ستراكشرز اللي هي من نوعها اللي هي لينير داتا ستراكشرز. هنبتدي نتكلم عليها على زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ايه الابستراكت داتا تايب بتاعها، هنتعرف ايه الاوبريشنز بتاعتها وهنشوف ايه الابلكيشنز اللي انا ممكن استخدم فيها الكيو. لو هنتكلم على الكيو زي ما اتكلمنا على الستاك، يبقى هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجموعة elements. تمام، ال elements دي بيحصل لها insertion و deletion بشكل معين زي ما كنا بنعمل الستاك، كان ال insertion و deletion بشكل معين. هنا في الستاك كانت اسمها last in first out، لكن عندي هنا في الكيو اسمها first in first out. طيب ال first in first out دي عشان اكيب تراك على اول واحد هيدخل واخر واحد دخل، تمام، اللي هو المفروض اخر واحد هيخرج. الكيو بيبقى فيها اتنين ريفرنسز كده، الواحد بيشاور على الرير اللي هو اخر element دخل، وواحد تاني بيشاور على الفرونت اللي هو اول واحد دخل. طيب انا محتاجة اكيب اول واحد دخل ليه؟ عشان هو ده اللي اول واحد هيخرج. محتاجة أكيب آخر واحد دخل ليه؟ عشان هو الجديد اللي هيجي يدخل هيدخل إيه؟ هيدخل بعده. يبقى أنا عندي فيه two operations، عندي فيه insertion وعندي فيه deletion أو removal. ال insertion وال deletion دول ال main operations بتوع ال queue. كنا هناك في ال stack كانت ال insertion. دكتور، هو الرير آخر واحد دخل والفرونت آخر واحد خرج؟ أول واحد هيخرج، اول واحد دخل وهو اول واحد هيخرج. تمام، الرير اخر واحد دخل وهو اخر واحد هيخرج. طب والفرونت؟ اول واحد دخل واول واحد هيخرج. طب لو احنا متخيلين الشكل بتاع الكيو ده، حد يقدر يقول لي الكيو ده ممكن يكون بيشتغل في ابلكيشنز شكلها ازاي؟ حد يديني مثال للابلكيشن اللي انا بحتاج اكيب تراك على اول واحد دخل عشان هو اول واحد هيخرج. طيب عارفين السوبر ماركت؟ اللاين بتاع الكاشير هو ابلكيشن من الابلكيشنز بتاعت الكيو. انا عندي المفروض الكاستمرز لما بتيجي بتقف في لاين، اللاين ده الكاشير بيخدم مين؟ بيخدم اول واحد في اللاين، وهو ساعتها بيبقى اول واحد بيخرج. اي حد بيجي في الاخر بيدخل بعد الاخير، تمام، وبيبقى عندي فيه في الاخر خالص ده هو اخر واحد دخل، يبقى هو اخر واحد هيخرج. يبقى انا عندي فيه اتنين ريفرنسز للفيرست element وللاست element، او للفرونت element والرير element، عشان الفرونت هو اول واحد هيخرج والرير هو اخر واحد هيخرج. طيب انا عندي المفروض التو مين اوبريشنز بتاعت الكيو اللي هي زي الستاك. كان الستاك في الاسم... كان اسمها ايه في الستاك؟ بوش وبوب. بوش وبوب، برافو عليك. طيب انا في الكيو اسمها ان كيو دي كيو. ان كيو يعني زيها زي البوش، بت انسرت element at فين بقى؟ هت انسرت element فين الان كيو؟ بت انسرت فين؟ في الاول ولا في الاخر؟ في الاخر، تمام كده. طيب دي كيو المفروض دي زي البوب اللي هي بت ريموف element، ساعتها هت ريموف ال element اللي فين؟ هت ريموف ال element اللي على الفرونت. انت لو فاهم الستاك كويس هتلاقي نفسك ماشي في الكيو بشكل اسهل بكتير منه، لان هما الاتنين تقريبا اعاده ليهم، بس باختلاف ايه؟ باختلاف البروبرتي بتاعتهم وباختلاف اسامي الفانكشنز بتاعتها، بس هي نفس الشكل. فانا عندي هنا المفروض زي ما كان عندي فيه بوش وبوب في الستاك،
وكان عندي في واحدة تانية في ميثود تانية اسمها بيك. البيك كان احنا بنقول عليها ايه الفرق ما بينها وما بين البوب. كان عندي في واحدة اسمها بوب وواحدة اسمها بيك. ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ ان البوب كانت بتريموف، كانت بتريتر وتريموف الالمنت اللي هو كان فين، اللي هو كان على التوب. نفس الكلام انا عندي هنا، الدي كيو بتريموف element من على الفرونت. طيب في عندي فانكشن تانية اسمها فرونت. الفرونت دي بتعمل ايه بقى؟ هي بتريتيرن بس مش بتريموف. يبقى هي بتريتيرن الاليمنت اللي على الفرونت بس ما بتعملوش ايه؟ ما بتعملوش ريموف. تمام كده؟ عندي في فانكشن تانية اسمها سايز. السايز دي بتريتيرن ايه؟ بتريتيرن عدد الاليمنتس اللي موجودين في الايه؟ في الكيو بتاعي. في واحدة تانية برضو نفس اللي كانت موجودة عندنا في الستاك اسمها ايه؟ اسمها is empty. وال is empty function هي بتريترن بوليان يا ترو لا فولس. لو كان ايه؟ بتريترن ترو امتى؟ لو كان دي الكيو حاجة فاضي. فاضية، لو حاجة فاضية. تمام؟ بتريترن فولس امتى؟ لو كان في at least one a one element. تمام كده؟ طب ممكن استأذنكم معلش تعملوا ميوت لنفسكم وتفتحوها بس لما تعوزوا تتكلموا؟ حاضر. ماشي. طيب ايه الابلكيشنز اللي المفروض بستخدم فيها الكيو؟ زي ما اتفقنا كده عندي السيميليشن اوف ريل وورلد سيتويشنز. زي مين؟ زي المفروض عندنا الويتنج كيو بتاع اي سوبر، بتاع اي حاجه. الويتنج كيو بتاع اي حاجه، سوبر ماركت، لاين، في اي حاجه. يبقى احنا السيميليشن ليها هستخدم فيها الايه؟ هستخدم فيها الكيو. طيب ايه تاني ممكن استخدم فيه الكيو؟ السكادجولر. السكادجولر ده اللي هو بتسكادجول حاجه معينه زي البرينتر كده. لو عندك البرينتر عشان تبرنت اكتر من دوكيمنت، المفروض الدوكيمنتس دي تبقى كلها محطوطه ازاي؟ كلها محطوطه في كيو عشان اول جوب جت او اول دوكيمنت جت هي اللي تطبع الاول. نفس الكلام انا عندي هنا في الايه، في اي تليفون اوبريتور بيرد على المكالمات اللي جات له الاول، هو اللي بيستقبلها الاول. تمام كده؟ دي الابلكيشنز بتاعت الكيو. خدنا المره اللي فاتت الامبلمنتيشن بتاع الستاك، وقلنا عليه ان هو بيحصل له امبلمنتيشن بطريقتين، يا اما اري بيزد يا اما لينكد ليست بيزد. نفس الكلام انا عندي هنا في الكيو، بعمل له امبلمنتيشن يا اما باراي بيزد يا اما بلينكد ليست بيزد. اللي احنا بنشتغل عليه بنتعرف عليه دلوقتي هو الاراي بيزد امبلمنتيشن للكيو. طيب لو انا بصينا كده زي ما احنا شايفين كده الكيو، يبقى انا ممكن الكيو ده امثله على انه ايه؟ على انه اراي برضو زي الستاك بالظبط. بس انا كان عندي الستاك كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن في اراي وفي بوينتر بعد كده بيشاور على التوب اليمنت. لكن انا عندي هنا في الكيو هيبقى عندي برضو نفس الاراي برضو، يعني الكلاس بتاعته هتبقى بنفس الاراي اللي موجود في الستاك، بس بدل ما بيبقى عندي التوب بيبقى عندي ايه بقى؟ بيبقى هنا عندي في حاجه اسمها فرونت وحاجه اسمها رير. هنا يبقى لو عندي الكيو بتاعي بالشكل كده، يبقى الرير بتشاور على انهي اندكس؟ على اندكس 3 عشان ده اخر واحد دخل، والفرونت بتشاور على الزيرو، على الزيرو اندكس اللي هو ده اول اليمنت ايه؟ اول element دخل وهو اول واحد هيخرج. تمام؟ طيب نفس الكلام برضو اللي احنا قلناه، ان انا عشان insert element في الكيو المفروض انا هانسرت فين؟ هانسرت من الرير. طيب المفروض عشان اعمل عملية الانسرشن زي ما كنا بنعمل عملية البوش، كنت بعمل ايه في الاندكس بتاع التوب؟ كنت بزود الاندكس بواحد الاول، وبعدين احط الاليمنت اللي انا عايزه احطه فين؟ احطه في السيل الفاضيه دي. فيبقى انت المفروض انا عندي الخطوات بتاعت الانسرشن، يبقى انت هتانكريمنت الاول، هتانكريمنت الرير. تمام؟ وبعد كده هتعمل ايه؟ هتانسرت الايه؟ النيو اليمنت. طيب يبقى ده كده عشان اعمل انسيرشن. يبقى الانسيرشن هتيجي تحط فين؟ هتيجي تحط فين؟ هتيجي تحط في اندكس 4. ماشي. عشان اديليت بقى المفروض هعمل ايه؟ المفروض الاليمنت اللي في الاندكس
كام اللي في الاندكس زيرو، تمام، هيحصل فيه ايه بقى؟ هيحصل فيها ان هو هيتشال، وبعد ما بيتشال الفرونت بتاعتي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديكريمنت ولا كمان انكريمنت برضو؟ يبقى انا برضو يبقى انا هنا هديليت الاول، وبعدين هعمل ايه؟ هعمل انكريمنت لمين؟ برضو للايه؟ للفرونت بتاعتي، عشان تشاور على النيو ايه؟ تشاور على النيو فرونت الجديد. طيب الاري امبلمنتيشن لو هنكمله، يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى احنا هنعمل الانيشال كيو بتاعي كان شكله كده، يبقى الفرونت بزيرو والرير بثلاثة. لو عايزه اعمل انسرشن يبقى على طول الفرونت هتفضل زي ما هي والرير هي اللي هتزيد بواحد، ولو انا عايز اعمل ديليشن الرير هتفضل زي ما هي لكن الفرونت هي اللي هتزيد بواحد، تمام. وزي ما احنا خدنا بالنا، لو احنا شفنا كده الشكل بتاعنا اللي احنا هنعمله ده، اللي هو لان الكيو بتاعي مفتوح من الطرفين، يبقى انا ممكن احط element هنا، صح، وممكن احط هنا، وممكن احط هنا، تمام كده. وساعتها يبقى انا كده خلصت الاري بتاعي اتملى. بس انا ساعتها ممكن اعمل ايه؟ ساعتها ممكن اشيل ده فمكانه يفضى، واشيل ده مكانه يفضى، واشيل ده مكانه يفضى. طب هل معنى كده ان انا المفروض لما دول يتشالوا يفضلوا دول في مكانهم؟ يعني بمعنى تاني، المفروض انا عايز اعرف امتى اعرف ان الاراي ان الكيو فاضي، وامتى اعرف ان الكيو مليان. ما هو لو كان مليان يبقى انا معنى كده ان انا مش هعرف اضيف elements جديده. هل في مكان ثابت بيتحط فيه الكيو، ولا الالمنتس بتاعتي بتشتغل ازاي؟ ماشي، يبقى احنا هنشوف المفروض لو احنا بصينا كده على الـ الاوبريشن بتاعت اللي تمت على كيو اسمه كيو، تمام. الكيو ده شكله كده اهو، ده دي الالمنتس اللي دخلت فيها. تعال نشوف شكل الكيو بعد ما ابتدينا نعمل الايه الاوبريشنز دي. اول حاجه الكيو كان ايه؟ الكيو كان فاضي. اول ما ابتدينا نعمل ان كيو يبقى دخلنا element جديد، يبقى المفروض element ده هيدخل في الفرونت ومفيش output هيظهر. ليه؟ لان الميثود بتاعه الان كيو زي الميثود بتاعه البوش، هي بتاخد parameter بس مش بتريتيرن فاليو، فمفيش output هيظهر. طب عملت كمان ان كيو كمان للelement 3، يبقى المفروض الثلاثه هتتحط فين؟ هتتحط ورا الخمسه. طيب بعد كده لو جيت اعمل دي كيو، يبقى المفروض مين فيهم اللي هيتاخد؟ اللي بيشاور. لو انا افترضت ان دي الفرونت ودي الرير، يبقى اللي على الفرونت هو اللي ايه؟ هو اللي هيخرج، عشان كده الدي كيو بتريتيرن القيمه اللي على الفرونت اللي هي 5. طيب هيتبقى مين في الكيو؟ هيتبقى الثلاثه بس، هي النيو فرونت. عشان كده لما هاجي هعمل ان كيو لل7 هتيجي ورا الثلاثه، وهي تبقى دي اللي هتبقى الرير. لو جيت عملت دي كيو، الدي كيو هتريموف الثلاثه من الكيو وهتسيب ال7 مكانها موجوده في الكيو. لو جيت سالت هنا على باستخدام الميثود بتاعت في الفرونت، يبقى انا الفرونت هتريتيرن 7. بس خد بالك الفرق ما بين الدي كيو والفرونت ان الفرونت مش بتغير في الكونتنت بتاعت الكيو. هاجي بعد كده لو انا هعمل دي كيو، يبقى دي كيو هيدي كيو كام؟ هيدي كيو 7. هيفضل الكيو ايه؟ او هيسيب الكيو فاضي. كده الكيو بقى فاضي عندي. طيب لو جيت عملت دي كيو من الكيو وهو كان فاضي، يبقى انا لازم حاجه تيجي تقول لي ان الكيو فاضي، ما ينفعش تعمل دي كيو من كيو فاضي. وده برضو اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. طيب لو هيجي يسأل عندي هنا، المفروض لو عايز يتشيك على ان الكيو فاضي ولا لا، يعني هينادي على الفانكشن اللي اسمها is empty، يبقى المفروض ال is empty دي تريترن كام؟ في الحالة دي هتريترن ترو عشان الكيو فاضي. هيجي يعمل ان كيو اوبريشن، اتنين ان كيو اوبريشنز تانيين اللي هي ال 9 وال 7. يبقى ال 9 هتدخل الاول وال 7 هتدخل بعدها. طيب لو هيجي يسأل على السايز، يبقى هيريتيرن كام؟ الميثود بتاعت السايز بتريتيرن عدد الاليمنتس اللي موجوده في الكيو، يبقى هيريتيرن 2. بعد كده هيعمل ان كيو لل 3 وان كيو لل 5، يبقى ان كيو لل 3 وان كيو لل 5 هيدخلوا في الاخر. ولو هيدي كيو، هيدي كيو الاليمنت اللي على الفرونت، تمام، يبقى هيريتيرن 9 وهيسيب الكيو شكله كده. وده نوع من انواع المسائل اللي يجي يقول لك اعمل لي ايه؟ اعمل لي تريسنج لمين؟ تريسنج للست اوف اوبريشنز اللي تمت على الكيو ده، تمام. حد مش فاهم حاجه في الجزء ده؟ ت
تمام. طيب هيجي زي ما احنا اتفقنا كده، عندي المفروض انا بما ان الفرونت والرير دول الاتنين الجزئين المفتوحين في الكيو بقى، ما عنديش بس زي الاستاك التوب بس هو او مكان واحد بس اللي انا بدخل وبخرج منه، فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تين كيو الالمنتس بتاعتك بدل دكتور، نعم يا نور. هو الفرونت ده زي التوب في الستاك؟ طب والرير؟ الفرونت والرير هما اللي زي التوب في الستاك، هي عبارة عن فاريبل شايل الاندكس بتاع الفرونت، شايل الاندكس بتاع اول قيمة هتخرج، والرير شايل الاندكس بتاع ايه؟ اخر ايه؟ اخر قيمة دخلت. يعني دول اتنين اتنين فاريبلز، الاتنين فاريبلز دول بياخدوا جواهم انديسيز للايه؟ للخانات اللي المفروض اول واحد دخل واخر واحد دخل. تمام؟ تمام. طيب لو انا عندي الكيو بالشكل ده زي ما قلنا في السلايد اللي فات، لو انا عندي الكيو بالشكل ده، انا الكيو ببتدي ادخل فيه elements كده، فبقت هنا الفرونت، بقى هنا الفرونت، وبقى هنا الايه، وبقى هنا الرير. طيب يبقى لو انا عندي هبتدي هشتغل، انت مش بتبقى يعني مش حاطط سيكونس معين للاوبريشنز بتاعتك، فانت ممكن تعمل ان كيو ان كيو ان كيو لغايه ما توصل للرير هنا، ماشي؟ وبعدها تروح تعمل ايه؟ بعدها تروح تعمل دي كيو، فالدي كيو هيشيل مين؟ الدي كيو هيشيل مثلا هتعمل 3 دي كيو اوبريشن، هيشيلوا اول 3 elements، وساعتها الفرونت المفروض تكون فين؟ الفرونت تشاور هنا، صح كده؟ طيب المفروض لو انا هبتدي هدخل تاني element تاني، هيجي يقول لي ان انت خلاص وصلت للاندكس الاخير بتاع الاري، مع ان في elements فاضيه موجوده في اول الاري، تمام؟ فابتدوا يقولوا طب انا عشان نستفيد من الخانات الفاضيه اللي هي نتيجه الدي كيو، احنا هنعمل الكيو بتاعنا على انه ايه؟ على انه سيركل، سيركولر، يسموه سيركولر كيو. السيركولر كيو ده اللي هو عباره عن ايه؟ لو انا ابتديت ادخل، عايز ادخل element بس انا عندي الحدود بتاعتي خلاص وصلت لاخر اندكس في الاري، انا ممكن ابتدي ادخل، ارجع ادخل منين؟ ارجع ادخل من الاول تاني، يعني انا الف وارجع ادخل من ايه؟ ادخل من الاول. ساعتها هنا هتبقى الفرونت هنا زي ما هي، يبقى ده انا عارف ان ده اول واحد هيخرج، لكن لو انا حبيت ادخل element جديد، يبقى الالمنت الجديد المفروض يدخل هنا مثلا، وساعتها البوينتر بتاع الرير يشاور على فين؟ على اخر element دخل اللي هو العشرة، فعايز يقول ان الرير هي دي مفروض ده الاندكس بتاع اخر element دخل. طيب المفروض ازاي بقى هبتدي هقول له لو انت وصلت لاخر قيمه في الاري بتاعك او لاخر اندكس في الاري وعايز تحط تاني، ممكن تحط في الاول، يعني كان من اندكس هنا كان كام؟ ادي ده 0 1 2 3 4 5 6، تمام؟ لو انت وصلت الاندكس 6 انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تلف وترجع تاني تحط في اندكس كام؟ تحط في اندكس 0. السيركلر كيو ده زي ما احنا شايفين كده اهو، همسح معلش عشان الكتابه تبان. السيركولر كيو ده عشان ابتدي اعمله، يبقى انا المفروض لما باجي بزود، لما باجي بعمل انسيرشن، لما باجي بعمل انسيرشن او ديليشن، او لما بغير القيم بتاعه الفرونت والرير، احنا اتفقنا هنا بنعمل في الان كيو، الان كيو قلنا بنعمل فيها ايه في الان كيو؟ انا وانا بانسيرت انا بزود الرير بواحد، يعني انا هكتب ايه؟ الرير انكريمنت، هزود الرير بواحد وهحط فين بعد كده؟ تاني خطوه هانسيرت الايه؟ هانسيرت النيو اليمنت في الخانه الايه؟ في الخانه اللي انا شفتها. طيب نفس الكلام انا عندي هنا كانت في الدي كيو. طيب في الدي كيو بيحصل ايه؟ كنت بعمل ايه؟ بريموف الفرونت، بريموف الفرونت element، وبعد كده الخطوة التانية بعمل ايه؟ برضو بانكريمنت الفرونت، تمام؟
لو انا الفرونت عندي كانت بالشكل ده هنا عند اندكس 5 وعايزه اشيل افضي كل اللاين بتاعي، فانا هشيل ال 11 الاول، بعد كده ال 22، بعد كده ال 33. لو حبيت ازود الفرونت عندي انا كده خرجت بره مين، بره حدود الاري بتاعي. طيب اعمل ايه عشان لما انا عاوز اشيل ال 44 وال 55؟ ازاي اقول له لو انت وصلت لاخر الاري بتاعك لف وارجع تاني؟ فقال لك لف وارجع تاني دي يبقى احنا اي انكريمنت اوبريشن عشان تتعمل لازم تتعمل بالايه، سواء للفرونت او سواء للرير لازم تتعمل بالايكويشن دي. تعالوا نشوف الايكويشن دي شكلها ازاي. انا عندي المفروض الاليمنتس اللي في الاري بتاعي ده من 0 ل 7، يبقى انا عندي اللينث بتاع الكيوب قد ايه؟ ها اللينث بتاع الكيوب كام؟ من 0 ل 7، يبقى هما فيهم كام اليمنت؟ فيهم 8 اليمنتس، يبقى اللينث بتاع الكيو عندي 8. فبيجي يقول لو انت عايز تزود الفرونت ماشي امشي لي بالايكويشن دي عشان تعمل ايه بي دي، عشان لو ما تقول ان انت وصلت لاخر الاري ترجع تلف من الاول تاني. فلو سي انا عندي هنا الفرونت كانت واقفه عند الخمسه وعايزه اشيل ال 11، يبقى انا هسال نفسي هي ال 11 القديمه دي كانت موجوده في اندكس كام؟ في اندكس 5. طب الخمسه دي لو انا زودتها بلس 1 عشان الفرونت الجديده تشاور على الالمنت ده تمام؟ هبقى وذين الليمت بتاع الاري لينث ولا لا؟ ف5 بلس 1 هتبقى بكام؟ هتبقى ب6. طيب يروح يسال نفسه طب هي الستة مودلس الستة يعني الستة دي اللي هي مين؟ الفرونت الجديده بعد ما بزودها بواحد، الستة مودلس الثمانية بكام؟ يعني هي الستة تقبل القسم على ثمانية؟ لا الستة الستة مودلس ثمانية هتبقى بكام؟ هتبقى بسكس. ليه؟ لأن الستة على ثمانية بزيرو وباقي من الستة كام؟ ستة. يبقى مودلس الستة مودلس ثمانية هتبقى بستة، يبقى الستة دي هي دي هتبقى الفرونت الجديدة تمام؟ طيب تعالوا نشوف الكيس لما تبقى عندي مين بقى؟ لما يبقى عندي الفرونت خلاص انا شلت ال 11 وشلت ال 22 والفرونت عندي هنا على ال 33، عايزه اشيلها وهرجع عايزه اقول ان انا عايزه الف وارجع ايه؟ الف وارجع تاني. طيب هو انا لما المفروض الفرونت بتاعتي تبقى عند ال 33، يبقى الفرونت القديمه كانت ات اندكس كام؟ كانت اندكس 7. طيب عشان تشيل ال 33 انت محتاج اهو في الدي كيو بتريموف وبعدين بتنكريمنت مين؟ تنكريمنت الفرونت بتاعتك. طيب الانكريمنت بيتم ازاي؟ انا عايزه اقول له لو انت وصلت عند ال7 خلي لي الفرونت بتاعتك تبقى قيمتها بكام؟ مش هتبقى قيمتها ب8 لان مفيش في الاري ده اندكس 8، انا عايزه اخلي الاندكس بتاعها بكام؟ الفرونت بزيرو. فهيقول لي هنا لو انت حبيت تزود الفرونت بواحد زودها لي بالشكل ده، شوف لي الفرونت القديمه بكام بلس عليها واحد واعملها لي مودولس 8. فانا عندي 7 بلس 1 ايكوال 8، 8 مودولس 8 ايكوال كام؟ المودولس بتطلع تخارج القسمه، يبقى لكن 8 على 8 بواحد والباقي زيرو تمام. يبقى انا ساعتها الفرونت الجديده كانت الفرونت القديمه كانت 7 والفرونت الجديده بعد ما زودت واحد هتبقى ايه؟ هتبقى بزيرو. نفس الكلام بيحصل فين؟ نفس الكلام بيحصل على نفس الكلام بيحصل على مين؟ على الرير. لو انا عايزه ازود مين؟ لو انا عايزه ازود الرير تمام. طيب كده احنا المفروض عملنا ايه؟ المفروض ابتدينا نستخدم الكيو بتاعي بدل ما احنا كان هو عباره عن اري عادي، لا هو بقى عباره عن مين؟ عباره عن سيركولار اري. لما باجي بزود الفرونت او بزود الرير بيزيد عن طريق مين؟ عن طريق الايكويشن دي. في خلال ثواني كلنا نبص كده على الايكويشن دي ونشوف هل احنا فاهمينها ولا لا. ها في حد مش فاهم احنا ليه حطينا بدل ما بزود بلس 1 حطيناها بلس 1 مودولس اللينث بتاعي؟ حد مش فاهم الجزء دي؟ لا تمام تمام بس تمام محتاجين بس
محتاج ايه؟ هو هنا بتاع ده في انكريمنت، بزود صح، زي ما احنا قلنا في الفلو، في الريديال وال الرير والفرونت، الرير والفرونت الاتنين لما سواء بحط او بشيل الاتنين لازم يزيدوا. الرير تزيد ليه؟ عشان تشاور على المكان الفاضل المفروض النيو اليمنت يدخل فيه. طب الفرونت بتزيد ليه؟ عشان انا شلت واحد ومحتاجة الفرونت تشاور على اللي بعده، فالاتنين بيزيدوا. اول ما تلاقي كلمة انكريمنت اعرف على طول ان انت في السيركولار كيو. انت مش بت... هو الانكريمنت بيبقى شكله ازاي؟ يا اما بتزود بلس 1 يا اما بتستخدم الاوبريتور اللي اسمه بلس بلس، صح كده؟ هنا انا عندي الانكريمنت عندي في السيركولار كيو ما بيتمش ولا ببلس بلس ولا ببلس 1، بيبقى موجود دايما الايكويشن دي. هو لو انت هتبلس 1 وهو وذين الرينج خلاص المودلس هتطلع نفس القيمه اللي انت ايه هتنكريمنت بيها عادي. لكن لو انت كنت واقف عند اخر element في الاري وعايز تزود بواحد، يبقى انت بتزود بواحد مودلس اللينث بتاعي، فهيخلي الفرونت الجديده قيمتها بكام؟ قيمتها بزيرو. يبقى انا كده ضمنت ان زيرو. الاري بيلف ويرجع تاني الاول الايه؟ لاول الاري. فانت اي انكريمنت في الكيو في السيركولار كيو بتتم عن طريق مين؟ عن طريق زياده الحته دي مودلس اللينث بتاع الكيو. واضحه؟ زي الأسر، زي الأسر. الأستريكس. بتاعت ايه؟ الستاكس زي الستاكس اللي هو البوش والبوب، هي نفسها نفس زي البوش الطريقة. والبوب بس بانكيود، اسمهم هنا انكيود كيو. تمام. تمام؟ طيب تعالوا نشوف بقى المفروض انا عايز اعمل ايه بقى؟ انا عايز اشوف الطريقة اللي تخليني اعرف امتى الاري يكون فاضي وامتى الاري يكون مليان. وانا عندي دلوقتي كده بالشكل الاري بالشكل ده، فين اول element دخل اللي بيتشاور عليه الفرونت اللي هو البي، صح؟ طيب فين اخر element دخل اللي هو الار اللي الباك او الرير بيتشاور عليها؟ طيب لو حبيت اعمل كده انا عملت operation اسمها ايه؟ ها كده انا عملت ان كيو للاس، عشان كده الباك هي اللي اتحركت، فان كيو للاس. طيب هعمل كمان واحده كمان تانية ان كيو، فهيلف ويرجع تاني للاول، فالتي اتحطت في اول الكيو. طيب اللي بعدها عملت ايه؟ هنا الاوبريشن اللي بعدها عملت ايه؟ عملت دي كيو للبي، فالدي كيو البي اتشالت والفرونت بقت بتشاور على الكيو. طيب الخطوه اللي بعدها عملت دي كيو للكيو، فخليت لي الفرونت تشاور على الار. اللي بعدها عملت دي كيو للار والفرونت بقت بتشاور على مين؟ بتشاور على الاس. تمام كده؟ طيب عملت دي كيو للاس، بقت الفرونت بتشاور على مين؟ بتشاور على التي. بقت في الحاله دي الفرونت والرير بيشاوروا على نفس الحاجه. طب لما هعوز اعمل دي كيو للتي، يبقى بعت الفرونت سبقت الرير بواحد. تمام كده؟ الفرونت سبقت الرير بواحد، دي الكيس ان الستاك الكيو يكون ايه؟ يكون امتي. تمام كده؟ طيب هو عايز يقول ايه بقى؟ طب ايه الحاله اللي يبقى فيها الكيو مليان؟ لو انا بصيت الكيو عندي مليان اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، انا عندي الكيو هنا اول element 11 هو اللي دخل، تمام؟ فالفرونت بتاعتي بتشاور على اندكس 5، ابتديت املى الاري بتاعي، املى الكيو بتاعي لغايه ما وصلت للحاله اللي فيها الكيو بيبقى فل. ساعتها كانت ايه الكونديشن برضو اللي لقيتها؟ لقيت ان الفرونت سابقه الرير بكام؟ سابقه الرير بواحد. فهي احنا عندنا السيركولار كيو حللي مشكله ان ما يبقاش فيه elements فاضيه قدام، لكن ظهرت لي مشكله تانية ان انا ما بقتش عارف افرق ما بين الكونديشن بتاعه الفول كيو والكونديشن بتاعه الامتي كيو. طب ايه الحل في الموضوع ده؟ حلوها بكذا طريقة. الكذا الطريقة دي اللي هي المفروض نعمل ايه بقى؟ ان احنا نشوف ازاي اكيب تراك على مين؟ اكيب تراك على عدد الالمنتس اللي موجودين في الكيو من اي طرف بقى انا ابتديت، مش مشكلة. فاول طريقة يحل بيها البروبلم دي عشان يفرق ما بين الامتي وما بين الفل، كل ما يجي
كل ما يجي اد element يزود واحد على السايز بتاع الاري او على السايز بتاع الكيو. كل ما يجي يدي كيو element ينقص واحد من مين؟ ينقص واحد من الايه، من السايز بتاع الكيو. وبالتالي انا عندي هنا لو الاري بتاعي فيه 8 خانات، يبقى امتى الكيو يبقى فاضي؟ لما يكون عدد الاليمنتس اللي فيها بكام؟ بزيرو. وامتى يكون مليان؟ لما يكون عدد الاليمنتس فيها بيساوي اللينث بتاع اللي هي كان اللي هيبقى ايه؟ هيبقى 8 اليمنتس. تمام؟ طيب يبقى انا اول سولوشن عندي هنا عمل ايه؟ عمل فاريبل جديد، الفاريبل ده اسمه كاونت، والكاونت ده هو اللي بيعد عدد الاليمنتس اللي موجودين، اللي دخلوا واللي بيخرجوا، وكل ما بزود بيزيد بواحد، وكل ما بديليت بيقل ايه؟ بيقل بواحد. في سولوشن تاني، السولوشن ده مور افيشنت عنه شويه، بس هو ايه عشان تفهموه هيبقى ايه؟ هيبقى الوضع بتاعي كده، ان هو بيحافظ ايه؟ بيكيب كده خانه فاضيه ما بيحطش فيها ولا اليمنت، عشان يعمل ايه بقى؟ عشان يخلي لما الكيو يبقى مليان يبقى الفرونت سابقه الرير باتنين، فيعرف يفرق ما بين الفرونت وما بين الرير. تمام؟ وساعتها لما هيبقى عايزين نشيل، هشيل ال 11 وازود ال 12 وازود 22 وازود ال 33 وازود. تمام؟ هيبتدي بعد كده امتى المفروض الكيو يبقى فاضي؟ لما يبقى ايه؟ ها؟ لما الكيو بقى ايه؟ امتى الكيو هيبقى فاضي؟ لما ايه علاقة الفرونت والرير؟ ساعتها بقى لما الفرونت تزيد عن الرير بواحد. تمام كده؟ يبقى لما الفرونت هتزيد عن الرير بواحد هيبقى مليان، سوري هيبقى فاضي. لما الفرونت تزيد عن الرير باتنين يبقى ايه؟ يبقى مليان. تمام كده؟ ماشي. السولوشن ده احنا بالنسبه لنا السولوشن ده هو الاسهل عشان نفهمه. يبقى ازاي هقارن ما بين الامتي ستيت والفول ستيت؟ ان انا هعمل ايه؟ ان انا هكيب تراك على عدد الاليمنتس اللي موجودين في الكيو عشان يقول لي الكيو مليان ولا فاضي. طيب ادي عندي هنا، احنا قلنا ايه؟ احنا المره اللي فاتت قلنا احنا على اليوزر ليفل يهمنا بس ان انا اعرف ايه اسامي الميثودز بتاعتي اللي في الايه اللي هستخدمها في الكيو، وايه البارامترز بتاعتها. حطينا الكلام ده في حته اسمها ايه، او في حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها انترفيس، اللي بيدي لليوزر بس اسامي الفانكشنز والريتيرن فاليوز والبارامترز بتاعتها. ما بيبقاش فيها ايه، ما بيبقاش فيها ديكلاريشن لاي مين، لاي ميثود منهم. طيب عشان ابتدي اعمل الديكلاريشن بتاعي يبقى انا لازم احط مين؟ لازم احط كلاس، والكلاس دي اقول فيها ان انا بامبلمنت فيها مين؟ بامبلمنت فيها الكيو بتاعي او الايه او الانترفيس بتاع الكيو. طيب الكلاس بتاعتي دي هيبقى فيها ايه؟ زي ما اتفقنا كده هيبقى فيها الاري اللي انا بحط فيه الاليمنتس، هيبقى فيها اتنين فاريبلز، واحد اسمه الفرونت وواحد اسمه الباك او الرير، وهيبقى فيها فاريبل تاني، الفاريبل ده اسمه كاونت، ده اللي بيكيب تراك على عدد الاليمنتس عشان يشوف مين الامتي ستيت بتاعتي هيوصل لها امتى. هيبقى عندي الكونستراكتور بتاعي هو بيبني الاري بتاعي، وبيبني الاري ده عن طريق مين؟ عن طريق ان هو لازم يحدد السايز بتاعي، واحنا حاطين هنا السايز الديفولت بتاعنا هم 10 اليمنتس. طيب عشان يتشيك ان هو امتي، يبقى المفروض الفانكشن اللي اسمها از امتي دي تريتيرن ترو ولا فولس على حسب مين؟ على حسب الفاريبل اللي اسمه كاونت. لو كان قيمته بزيرو يبقى انا ما دخلتش ولا قيمه، او دخلت قيم وشلتها كلها، فالكاونت لما يوصل لزيرو يبقى دي الامتي ستيت. غير كده المفروض مين؟ غير كده المفروض ال از امتي بتريتيرن فولس. طيب لو جيت انا عندي الاري بتاعي انا عايزه ابتديه خالص كده، وابتديه ازاي؟ احنا عندنا هنا هبتديه ازاي؟ لما هنيجي الكونستراكت الاري هيعرف الاري وهينادي على الميثود اللي اسمها ميك امتي. ميك امتي دي يبقى انا بجبر الكيو ان هو يبقى ايه؟ بجبره انه يبقى فاضي. ودي حته مهمه قوي عشان اعرف الانيشال فاليوز بتاعه كل مين، بتاعه كل فاريبل من الثلاثه فاريبل. هو انا عشان اقول ان الكيو ده فاضي يبقى انا معنى كده ان المفروض انا عندي الاليمنت اللي جاي يدخل في المكان الفاضي اللي هو فين؟ المكان زيرو اللي المفروض الفرنت تشاور عليه. تمام كده؟
طيب يبقى معنى كده المفروض لو انا عايزه اجيب الكيو بتاعي في الاول خالص فاضي، يبقى انا عايزه الكاونت بتاعي يبقى قيمته بزيرو، قيمه الفاريبل اللي اسمه كاونت بزيرو. تمام. طيب قيمه الفرونت، عشان الفرونت دي المفروض بتشاور على الاليمنت اللي هيخرج، اول واحد هيخرج، فالمفروض الانيشال فاليو بتاعتها تبقى ايه؟ تبقى بزيرو، عشان لما اجي اقول انا عايزه اشيل الاليمنت يبقى انا عايزه اشوف اشيل الاليمنت اللي بدايه من اندكس زيرو. لكن الباك ليه خلاها هنا نيجاتيف 1؟ عشان احنا اتفقنا ان الباك هي اللي بيحصل فيها ان كيو، يعني لو انا عايزه ادخل او لو انا عايزه اخلي الكيو فاضي خالص، يبقى المفروض انا عندي الباك تبقى قيمتها بنيجاتيف 1. طيب ليه؟ عشان احنا اتفقنا ان الان كيو هي بتعمل ايه؟ هي بتنكرمنت الرير الاول، تمام؟ تنكرمنت الرير وبعدين تانسيرت، تمام؟ فانا محتاجه انكرمنت الرير الاول. طب ايه هي القيمه الانيشال فاليو اللي ممكن تتحط في الرير، ولما اجي ادخل اليمنت جديد اللي هو اول اليمنت في الكيو يدخل في المكان زيرو؟ يبقى انا هحط الباك بنيجاتيف 1، لكن انا عندي الفرونت عندي هي اللي بستخدمها في الدي كيو. الدي كيو ايه الاوبريشنز بتاعتها؟ هتديليت وتريتر، تمام، وبعدين هتنكرمنت مين؟ هتنكرمنت الفرونت. فعشان كده معنى ان انا هشيل الاول وهانكرمنت، يبقى انا محتاجه اخلي الفرونت تشاور على الاليمنت اللي انا هشيله، وبالتالي خلينا الايه؟ خلينا الفرونت قيمتها بزيرو في الانيشال فاليو، وخلينا الباك او الرير القيمه بتاعتها نيجاتيف 1. الحته دي في حد مش فاهمها؟ ماشي. طيب بالنسبه للميثود اللي اسمها فرونت، الميثود اللي اسمها فرونت احنا اتفقنا ان هي بترترن القيمه اللي موجوده فين؟ على الفرونت، لكن مش بتعمل لها ريموف، عشان كده هي بترترن على طول القيمه اللي موجوده في الاري اللي هو بيشاور عليه الاندكس مين بتاع الفرونت. طيب انا عندي الاثنين المهمين مين بقى؟ عندي الان كيو والدي كيو. احنا اتفقنا ان احنا الدي كيو دي الفانكشن اللي بتريموف اليمنت منين؟ من الفرونت، عشان كده هو اول حاجه بياخد القيمه اللي موجوده في الفرونت يحطها في فاريبل اسمه اكس ويعمل له ريتيرن. تاني خطوه يعملها ان هو يعمل ايه بقى؟ يزود الفرونت، واحنا اتفقنا ان احنا في السيركلر كيو لما بزود ما بزودش بلس 1 بس، لا انا بزود بلس 1 مودلس مين اللينث بتاع الاري. واخر خطوه ضروريه جدا ما ننساهاش، ان انا كل ما بعمل دي كيو بقلل الكاونت بواحد، عشان اتاكد امتى هفضل امتى هوصل ان انا اكون ايه؟ اكون امتى. طيب دكتور، نعم يا نور. هو اللي هو public entry move، احنا ليه عملنا اصلا الفرونت equal front plus one؟ مش احنا يا بنتي عشان اريموف اللي هي المفروض، احنا قلنا ان احنا بعمل دي كيو المفروض باخد القيمه اللي موجوده على الفرونت اشيلها ارجع اعمل لها ريتيرن واروح اخلي الفرونت تشاور على الفرونت اللي بعدها او على الاليمنت اللي بعده. يعني كان هنا في واحد وهنا في اتنين، عايز اشيل الواحد، اشيل الواحد ازاي؟ هاخده واحطه في فاريبل كده واطلعه بره الاري بتاعي واخلي الفرونت تشاور على ده اللي هي اندكس كام؟ اندكس 1. فانا محتاجه اشيل الاول وبعدين ازود مين؟ ازود الفرونت. واضحه؟ لا. هو انت لما بتبقي واقفه في اول الصف وبتخرجي منه، مين اللي بيبقى الاول الصف الجديد؟ مش اللي بعدك؟ اه. طيب يبقى لو انا عايزه الاري بتاعي شكله كده، اول اندكس فيه زيرو وانا عايزه اشيل الاليمنت اللي على الزيرو، هاخده وهمشيه، يبقى الاليمنت اللي على الفرونت الجديد موجود ات اندكس كام؟ وان. حلو. طب ايه علاقه الوان بالزيرو؟ مش هي بلس 1؟ صح كده؟ تمام. اصل الفرونت دي عملناها في، عملنا فرونت بلس 1 مودلس في حته، فانا عشان كده تايهه. ما هي ما هي لما زودت الفرونت، زودت الفرونت بلس 1 مودلس اللينس. لا لا، احنا عملناها في صفحه قبليها وكده انها بتعمل حاجه تانية. لا احنا عملناها ان احنا هي لما هي كده كده بتزود الفرونت بواحد، بس حطينا المودلس ليه؟ عشان لما اوصل للاخر تلف وترجع لي للاول. ايوه في السيركولر. ايوه تمام كده. اه ماشي. فانت لما بتديك يو بتشيلي من الفرونت
وعشان تضمني ان انت شلتي كل الالمس، يعني انت لو انت كنت واقفه هنا اهو فيها 10 تمام، وهنا في 20، يبقى لو انت هتشيلي الدي كيو هتشيلي ال10، يبقى معنى كده ان الفرنت الجديده تروح فين؟ تروح في الاول. فازاي اخليها من الاخر تروح في الاول؟ باستخدام ايه؟ الموديل. تمام، تمام. بس لازم اعرف زي ما بقول ان احنا لازم نقلل الايه، نقول الكاونت بواحد. طيب عندي بقى عشان اعمل دي كيو، عشان اعمل ان كيو، يبقى احنا بنان كيو منين؟ اهي لسه كاتباه اهي، انا بان كيو منين؟ بان كيو يعني انا انسرت، هانسرت في الرير. طب ايه الخطوات بتاعتي؟ هانكرمنت الرير الاول، وبعدين هانسرت النيو اليمنت ده في المكان اللي في الاري اللي بتشاور عليها الايه؟ الرير. طب لما بقول هانكرمنت الرير، يبقى معنى كده لازم هانكرمنت بالطريقه السيركلر، يبقى انا لازم اعملها بلس 1 مودولس مين؟ اللينث بتاع الايه؟ بتاع الاري. طيب يبقى انا اول حاجه هعملها ان انا هزود الرير، وبعدين هضيف الاليمنت الجديد اللي داخل لي كبارامتر اكس، هحطه في المكان اللي في الاري اللي بتشاور عليها مين؟ الباك او الرير. المره اللي فاتت في البوش خدنا ان احنا عندنا ايه، حلينا مشكله ان انا عايزه اضيف اليمنت جديد في الكيو بتاعي، سوري في الستاك بتاعي، والستاك يكون مليان، حليناها. بدل ما نقول لليوزر لا خلاص مش هعرف ادخل لك اليمنت جديد، حليناها وخليناه يعمل ايه؟ خليناه يعمل فانكشن اسمها ايه؟ اسمها دبل اري. الدبل اري دي كان بتعمل ايه؟ لما بتعوز تدخل على اليمنت معين، او لما بتعوز تاد اليمنت في الكيو ويبقى الكيو مليان، فانا باخد كل الاليمنتس دي اوديها في اري جديد. الاري الجديد ده السايز بتاعه قد ايه؟ السايز بتاعه دبل. بس ايه الميزه فيها وايه العيب فيها؟ الميزه بتاعتها ان انت هتسمحي لليوزر ان هو يدخل اليمنتس جديده، لكن العيب بتاعها ان انت لو دخلتي، لو حجزتي دبل الاري واستخدمتي عدد اليمنتس قليله، يبقى معنى كده ان انت بتعملي ويست في الميموري، عشان بتستخدمي اري كبير وانت مش محتاجه كل السايز ده. طيب يبقى انا عندي هنا في الاد بانكرمنت الرير، وبضيف الاليمنت الجديد في الباك، ولازم لازم لازم ازود الكاونت بواحد عشان اكيب تراك على مين؟ على امتى الاري هيكون مليان. تمام، ودي الميثود بتاعتي اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت الدبل، ان انا ازاي اخد ابني اري جديد واخد القيم اللي موجوده في الاري القديم احطه في الجديد. تمام ماشي، دي الايه؟ دي الكلاس المفروض اللي هي بتاعت الكيو امبلمنتيشن. نعم نعم السطر اللي هو بتاع السطر بتاع المود، السطر السطر بتاع بتاع المود اهو، السطر اللي هو بتاع الفيرير والكلام بتاع الموديلس اهو اهو. اول ما تيجي تقول كلمه انكريمنت، اعرف ان انت هتنكريمنت بالايه؟ بالكود ده. ها تسيب كل الكود ايه؟ ري بتاع ده، بعدها في بقى اللي هي دي، بعدها في بلس 1 موديلز، دي اساسيه في كل، دي اساسيه في كل البرامج، دي كل اساسيه الاحوال. في كل الكود بتاع السيركولار كيو. معنى اول ما تقول كلمه انكريمنت، يبقى مش تمام بالانكريمنت بلس 1 بس، لا موديلز اللينث بتاع الكيو. تمام، عشان دي اللي هتخليك تخليك تلف او تخليك تبقى سيركل. ماشي، طيب الامبلمنتيشن بتاع الكيو ده موجود على السنترال ال ام اس، ممكن تاخده وتعمل له ايه؟ تعمل نيو كلاس كده في الجافا، وتحطه وتبتدي تعمل البروجرامز بتاعت مين؟ اللي محتاجه ان احنا نعمل ايه؟ اللي محتاجه ان احنا نشتغل على الكيو. احنا بقى كده كأسئلة بدون implementation ازاي هتتسأل في الكيو بأشكال مختلفة. اول شكل منها ان انت تعمل tracing لمين؟ تعمل tracing لكيو، وتشوف عشان تشوف الالمنتس اللي فيها، يبقى اخر حاجة بعد شوية operations كده ايه اللي هيتم فيها. تمام، فانا عندي هنا المفروض مديني مثال بيقول لي ان احنا عندنا في اتنين كيوز، عندي في كيو 1 وكيو 2. كيو 1 empty وكيو 2 تمام، كان شايل الاي والبي والام بالترتيب، دي الفرونت ودي مين ودي الرير.
بيقول لي بقى عندي مين؟ عندي عندي عايز هيديني شوية اوبريشنز، والاوبريشنز دي كل واحدة فيهم عايز يشوف الكونتنت بتاع الكيو، الكيو 1 وكيو 2 هيكون شكله ازاي. فهيجي يقول لي هنا كده، قال لي ده كيو 1 وده كيو 2، وعايز اعمل تريس للثلاثه، ايه للثلاثه اوبريشنز دول. يعني ايه كيو 1 دوت ان كيو بي؟ ها، يبقى معناه ان هو عايز يحط في الكيو اللي اسمه كيو 1 القيمه بي. طب لما هيتحط في كيو 1 هتتحط فين؟ هتتحط في الفرونت بتاعت مين؟ هتتحط في الفرونت بتاعت كيو 1. ساعتها كيو 1 هتبقى شكلها ازاي؟ هيبقى شكلها بي. تمام؟ دي كام؟ دي اتنين. اوكي، كيو 1 يبقى انا هجيب فيها مين؟ هجيب فيها بي. بعد كده قال لي ايه؟ قال عايز يعمل دي كيو من كيو 2، فدي كيو هتشيل مين؟ هتشيل الاي عشان هي الفرونت، وعمل كمان مره دي كيو من كيو 2 فهتشيل البي. يبقى بعد الثلاث خطوات دول المفروض كيو 1 بقى فيها مين؟ بقى فيها البي، وكيو 2 بقى فيها مين؟ بقى فيها الام بس. بترسمها له بالشكل ده. الكلام كده فيه مشكلة؟ لا تمام. تمام. طيب يلا معايا كده واحد واحد فيكو كده، تعالوا نشوف مين هيبقى معايا. محمد، يلا يا محمد معايا. انا عندي ادي كيو 1 فاضي في الاول، وكيو 2 في القيم دي. اول خطوة بيقول لي كيو 1 دوت ان كيو، يعني اعمل لي انسيرت في كيو 1 لكيو 2 دوت فرونت. فالمفروض ايه القيمه اللي هتتحط في كيو 1 دلوقتي؟ هو كيو 2 دوت فرونت دي هترسم قيمه شكلها ايه؟ هتفرني كام؟ طب يا محمد، هي الكيو دوت فرونت دي بتعمل ايه؟ ها؟ سامح حضرتك، الصوت بيقطع خالص، مش سامع اي حاجة. انا عندي ما فيش اي مشكلة، انا سامعاك كويس. انت الصوت بيقطع عندك، يبقى في مشكلة عندك في النت. طيب انا بقول لك الكيو دوت فرونت دي بتعمل ايه؟ بتلف على بتاع كلها. لا، الكيو دوت فرونت دي بتريتيرن القيمه اللي على الفرونت بس، مش بتعمل لها ريموف. ماشي؟ فلما يجي يقول لي كيو 2 دوت فرونت، يبقى معنى كده ان دي هتريتيرن القيمه كام؟ اللي على الفرونت اللي اسمها الاي، بس مش هتشيلها من الكيو. طب لما هاخد الاي دي اعمل لها ان كيو في كيو 1، يبقى هتيجي مكانها فين؟ تيجي مكانها هنا في الفرونت. بعد كده هيعمل، نعم ايه يا محمد في بقول حاجة؟ روح في الصف اللي بعدها. لا مفيش. تمام، طب يلا مفيش. معايا تمام، معايا جاوب دي كيو 2 دوت دي كيو، معنى كده ان كيو 2 هيبقى فيها القيم كام، وفيها ايه القيم بتاعتها؟ تمام. هيبقى فيها بي وام. تمام، الايه هتتشال. طيب بعد كده هيعمل كيو 1 دوت ان كيو سي، يبقى السي دي هتيجي فين؟ في الاخر، بعد في الاخر بقى، بعد الان. هو بيقول كيو 1 مش كيو 2، يبقى هي هتيجي بعد الايه. هتيجي في الاول، هتيجي في الاول، هت بقى بعد الان. طيب الخطوة اللي بعدها كيو 2 دوت ان كيو دي، يبقى الدي الجديدة دي هتيجي تتحط فين؟ بعد السي ولا بعد الام؟ بقى بعد الام. هو بيقول كيو 2، يبقى ده كيو 2 صح، يبقى بعد الام هتيجي الدي. ايوه تمام، يبقى ده شكل ال 2 كيوز بعد ما عملت الاوبريشنز بتاعتي. التريسنج ده صعب؟ طب دكتور، نعم. هو احنا ليه في q2.inq دي ليه ما حطيناش دي في الفرونت؟ احنا الان كيو يا رورهان، الان كيو بنقاد من الرير، الدي كيو بنشيل من الفرونت.
وانا ينفع تبقى انت ايوه واقف في اللاين وانا اجيب لك واحد يقف قصاد يقف قدامك؟ تمام ماشي. طب يلا معايا انت ده. ها خلصنا ده؟ ها احنا خلصناه ولا لا؟ لا احنا ما خلصناه. ماشي تعالي معايا في 3. 3 بيقول Q1 دوت ان كيو، Q2 دوت فرونت. هي يبقى نحط الايه؟ ماشي حلو. طيب Q1 دوت ان كيو، Q2 دوت فرونت نحط ايه ايه بقى؟ برضو؟ تمام، ايه لان الفرونت بتريتيرن بس مش بت ايه مش بتريموف. ها وبعدين Q1 دوت ان كيو يبقى Q2 دوت فرونت، يبقى Q2 دوت فرونت زي ما هي لسه زي ما هي ايه ايه صح كده؟ تمام، يبقى ده الشكل بتاع الايه الثلاث خطوات دول. الخطوات بتاعتك بتبتدي تزيد صعوبتها لما بيبقى ايه؟ لما بيبقى فيها وايل لوب. فاكرين الوايل لوب اللي احنا كتبناها المره اللي فاتت كده بايدينا بالخط بتاعنا، ان احنا وايل نوت Q2 دوت از امتي، دي معناها ايه؟ حد يقول لي دي معناها ايه الجمله دي؟ لو الكيو بتاع ده مش هتبقى هتبقى لو هيبقى فاضي. طول ما الكيو مش فاضي اعمل التو اوبريشنز دول. ماشي، طول ما الكيو مش فاضي اعمل الاثنين دول مع بعض. طيب هو انا عندي Q2 فاضي؟ ها هو بيقول لي طول ما لا Q2 مش فاضي، انا Q2 مش فاضي يروح يعمل ان كيو لمين؟ في Q1 لمين؟ لQ2 دوت فرونت. فاول مره في الوايل لوب هي ان كيو مين عنده في الكيو 1؟ ايه تمام، برافو عليك يا نور. طيب وبعد كده في نفس الايتريشن دي هيروح يديك كيو من الكيو 2، يبقى هيشيل مين ساعتها؟ الايه ماشي. طيب يرجع يسأل نفسه تاني، هو كيو 2 فاضي ولا مش فاضي؟ ايه لسه مش فاضي صح كده؟ فيروح ان كيو الكيو 2 دوت فرونت. كده مين اللي دلوقتي على الفرونت بتاع كيو 2؟ البي ياخدها يعمل لها ان كيو هنا صح؟ البي ماشي، ودي كيو من كيو 2 يبقى خلاص كده. يرجع تاني هو كيو 2 ده فاضي؟ لا لسه لسه مش فاضي. يروح يرجع يعمل ايه؟ في الام يروح في الام الامن كده، وبعدين يعمل ايه بقى؟ يروح يدي كيو دي يشيلها كده. هنا المرة اللي بعدها الكيو بقى فاضي؟ اه خلاص يخرج من اللوب دي ويبقى ايوه عنده تمام بقاله Q1 بقى شايل اي بي ام، وQ2 بقى ايه بقى فاضي. صعبة؟ لا طب يلا تعالوا نشوف مع لا بعض تمام دي. هنا بيقول وايل برضو، بس مش وايل ان هو مش فاضي، يقول لك طول ما وايل يعني طول ما، ماشي طول ما Q2 دوت فرونت مش بتساوي الام، طول ما Q2 دوت فرونت مش بتساوي الام. هي هنا Q2 دوت فرونت بتساوي الام في Q2؟ لا كده ال Q2 دوت فرونت بتساوي الايه؟ بتساوي الايه، يدخل في اللوب دي؟ اه يدخل في اللوب. يعمل ايه بقى؟ ي ان كيو ال Q2 دوت فرونت في ال Q1. فكده Q1 اول قيمة فيها تبقى قيمتها كام؟ ايه، ايه وبعدين يدي كيو من كيو 2 يبقى شال الايه ونقل الفرونت هنا. يسأل نفسه هي هل الفرونت بتساوي ام؟ يلاقيها لا، يروح يعمل لها ان كيو في كيو 1 ويشيلها. يجي عند الخطوة دي ماشي، هل الفرونت بتساوي الام؟ اه تمام. يبقى يروح يعمل ايه بعدها ساعتها؟ ما ينفذش اللوب دي، يدخل بعد كده يشوف هل Q1 طول ما Q1 مش امتي. يعمل ايه بقى؟ ياخد من الفرونت بتاع Q1 يحط في الفرونت يحط في Q2. فهنا بعد الام هيجي مين؟ هتيجي الاي، وبعد الاي تيجي مين؟ تيجي البي. يبقى انا كده كأني عملت مين؟ كده عملت شلت من الاي من الكيو 1 كل شلت من كيو 2 كل القيم اللي هي مش بتساوي الام، وبعدين رجعتهم تاني ورا الام. يعني انا كده كاني بعمل ايه؟ كاني بطلع الام في الاول. يعني انا كاني كنت في اللاين كده
واقفين في اللاين، واقول كل اللي اسمهم محمد يطلعوا قدام. طب عشان يطلعوا قدام هيطلعوا قدام ازاي؟ يبقى انا اشيل كل اللي اسمهم مش محمد واخليهم يكونوا ايه، اخليهم يكونوا وراه. فهمتوها دي؟ تمام. طيب النوع الامثله التاني او نوع الاسئله اللي ممكن يجي لنا تاني، يطلع لي يقول لي ايه، طلع لي الاوتبوت بتاع مين، بتاع الكود ده، ماشي، وطلع لي الاوتبوت زي ما بنقول ان هو بنطلع كأن احنا ماشيين على الكود واحده واحده، ونشوف شكل الفاريبلز اللي فيها هتبقى شكلها ازاي. انا عندي هنا لو احنا باصين عندي فيه كيو وعندي فيه ستاك، فانا هعمل الكيو بالشكل ده واخلي هنا الفرونت وهنا الرير، وهعمل ستاك اسمه اس وده كيو اسمه كيو، تمام. فهو بيقول لي اول خطوة اد الاي، الاي تيجي فين؟ الاي تيجي في الكيو، فتيجي في في الفرونت. الأول. طيب وبعدين البي تيجي بعدها، بعدين السي تيجي بعدها، وتبقى هي دي اللي فين، هي دي اللي في الرير. صعبة. بعد كده بيقول لي اعمل لي بوش في الستاك لمين، لناتج، ناتج مين؟ ها، ناتج الريموف اللي هتعمله من الكيو. يبقى هو هيبوش في الستاك انهي حرف منهم؟ ها، هيبوش في الستاك انهي حرف؟ الحرف اللي ناتج ان انا اعمل ريموف. طب انا هعمل الايه ريموف لانهي element ال A، فتمام كده هحط في A هعمل له بوش، وهو هيدي كيو يعني هيشيله من الكيو. وبعد كده بيبتدي يعمل ايه، بيقول لك اس دوت بوش الدي. طب الدي هتيجي فين في الستاك؟ على ال A فوقها، الأول فوق. صح كده؟ كده شكل الكيو كده وشكل الستاك كان كده. فبيبتدى يسألني يقول طول ما الكيو مش فاضي، الكيو دلوقتي بقى فيه قيمتين البي والسي، طول ما الكيو مش فاضي طلع من الكيو وحط في الستاك. فهيدي كيو مين في الأول؟ البي، ويحطها في الستاك، وبعدين السي ويحطها في الستاك. كده الكيو بقى ايه؟ كده الكيو بقى فاضي. وبعدين بيقول لي هنا طول ايه، طول ما الستاك اس مش فاضي اعمل برنت لمين، للبوب ده اليفنت. فالمفروض هيعمل برنت شكله ازاي؟ ها، هيبرنت مين؟ هو الستاك بيشوف ازاي؟ يبقى سي بي بي، تمام، بي دي اي، وكده الستاك بقى ايه؟ كده الستاك بقى فاضي، ماشي؟ يبقى انت بيطلب منك ان انت تتمشى على الكود ده بالخطوات دي وتطلع له الناتج النهائي اللي هو ايه؟ اللي هو ناتج بالظبط زي ما مطلوب منك. هنا مكتوبه برنت مش برنت لين، فما تكتبها ليش في سطر 4 سطور، هتنقص. هو الاس دوت بوب ده انا مش فاهماه. يا نورهان، الاس دوت بوب ده بتاع المره اللي فاتت. البوب دي يا حبيبتي بتعمل ايه؟ الميثود اللي هي بتشيل الالمنت. انا في الستاك بشيل منين؟ انا ما عنديش غير حته واحده بس بشيل منها او بحط فيها، اللي هي التوب، صح كده؟ انا لما حطيت الاي بقت هي التوب، حطيت الدي هي التوب، حطيت البي بقت هي التوب الجديده، اخر حاجه حطيتها السي بقت التوب هنا. طب لما اجي هبوب يعني هشيل، بشيل منين؟ من فوق، من فوق، من المكان اللي بتشاور عليها التوب. طب التوب بتشاور على دي، يبقى انا ده اول واحد هيتشال، وبعده ده، وبعده ده، وبعده ده، تمام؟ تمام. كده انا بحاول اراجع معاكي الستاك عشان نشوف الاسئله اللي انت ما كنتيش فاهماها. طيب ثالث نوع من انواع الاسئله اللي بتيجي في الريتن اكزامز، ان احنا يديني ايه، يديني ميثود، والميثود دي مطلوب مني ان انا اكتبها. فهو هنا مديني بيقول ان انت عندك كلاس اسمها ستاك فيها الميثودز دي، عندك كلاس اسمها كيو فيها الميثودز دي، يبقى احنا لازم نستخدم اسامي الميثودز دي، تمام. وبيقول لي ايه، رايت ا ميثود اسمها ريفرس ستاك ذات تيكس ستاك اسمه ماي ستاك از ان انبوت، تمام.
and reverse the order of the elements in my stack. يعني لو احنا فرضنا ان انا مدخلة الستاك بتاعي كان شكله 1 2 3 4، تمام، عايزة انادي على الميثود دي عشان تخرج لي هو نفس الاس، تمام، بس القيم بتاعتي تبقى محطوطة بالعكس 4 3 2 1. مديني هنت كده صغننه، بيقول له ايه؟ بيقول له you are only allowed to use stacks and queues object in your method. يعني يا تستخدم ستاك يا تستخدم الايه؟ يا تستخدم الكيو عشان يساعدوك ان انت تعمل الاوبريشن دي. اتفقنا احنا المره اللي فاتت ان انا عشان الستاك اشتغل عليه وارجعه زي ما كان، يبقى احنا لازم نعمل له ايه؟ لازم نحطه في حاجة تانية temporary كده عشان تحافظ لي على الالمنتس، فاكرين؟ كان في اخر مثال في الستاك ان بيطلب مني اعمل اوبريشن معينة على الستاك، بس انا عشان انا على اليوزر ليفل ما بقدرش اعمل اي اوبريشن على الستاك من غير ما اعمل يا اما بوش يا اما بوب، هم دول الاوبريشنز اللي انا بستعملهم، فبالتالي بيبوظ لي او بيغير لي الستاك الاصلي. طب عشان ارجعه لاصله يبقى انا لازم احافظ على القيم اللي انا بخرجها من الستاك دي في حته على جنب. الحته اللي على جنب المره اللي فاتت دي خدناها على انها تبقى ايه؟ ستاك تاني اسمه تمب. هنا بيقول لي انت ممكن تستخدم ستاك وممكن تستخدم الكيو بس. فانا عندي الستاك اللي اسمه اس ده هو الانبوت ستاك. تعالوا نشوف لو انا هخرج منه، مش هخرج الاربعه والثلاثه والاثنين والواحد الاول، وانا عايزه لما يرجع لاصله يرجع لاصله زي ما هو زي ما دخل ولا معكوس؟ هو طالبه ان هو يبقى معكوس، تمام. طيب تخيلوا كده انا عندي عملت ستاك كده اسمه تم، ماشي، الستاك اللي اسمه تم ده هخرج من الاس واحط فيه، فالالمنت بتاعتي هتبقى فيها شكله كده، صح؟ تمام. انا شلت هنا وحطيت هنا، شلت هنا وحطيت هنا، بقى الاس دلوقتي بقى ايه؟ الاس دلوقتي بقى فاضي، الاس بقت فاضيه. طيب الاس لما تبقى فاضيه وعايزه ارجعها، لو هاخد من التمب الارقام بتاعتي هتبقى ازاي؟ الارقام بتاعتي هيبقى شكلها ازاي لو انا هاخد من التمب ده وهحط في الستاك؟ هتبقى الارقام بتاعتي اللي هو last in first out، فالوان ده هو اللي هيخرج الاول ويدخل هنا الاول، بعدها تيجي 2 بعدها 3 بعدها 4. هل هو ده الشكل اللي انت عاوزه؟ هو كده الاس رجع زي ما كان، بس ما عملش ريفرس ليه زي ما هو طالب في الميثود. فمعنى ان انا استخدم الستاك كتمبرري فاريبل مش هينفع. طب تعالوا نجرب كده ان انا ادخل في الستاك، بدل ما استعمل الستاك خلينا الناحيه الثانيه زي ما احنا كده، ماشي، لو انا هستعمل الكيو يبقى الكيو بتاعي هيبقى شكله كده. الاربعه هتخرج من هنا هتدخل هنا في الفرونت، تيجي الثلاثه تخرج من هنا هتدخل بعد الاربعه، الاثنين بعد الثلاثه، الواحد بعد الاثنين كده. بعد كده الاستاك بقى ايه؟ الاستاك بتاعي بقى فاضي. طب لو انا عايزه اعمل بقى الميثود بتاعتي دي، الميثود بتاعتي هيبقى شكلها ازاي بقى؟ طب عشان الريفرس انا الكيو بتاعي ده انا ببتدي اخد منين؟ مين اول element هيخرج عندي من الكيو؟ فور. فور، تمام. طب الفور دي هتدخل فين في الستاك اللي اسمه اس؟ at the bottom، صح كده؟ فالفور هتيجي هنا، يجي فوقها مين؟ التري، يجي فوقها التو، يجي فوقها الون. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا كده كانت الاس داخله 1 2 3 4 خرجت 4 3 2 1. هل انت ده اللي انت عايزينه اللي احنا عاوزينه في الميثود بتاعتنا؟ اه، هو ده اللي احنا عاوزينه في الميثود بتاعتنا، تمام. فاحنا لو جينا نشوف الكود بتاعها اهو، هي اسمها ايه؟ اسمها ريفرس ستاك، بتاخد ستاك اسمه ماي ستاك، تمام، بتعمل كيو اسمه تم، بتكريت نيو كيو، وبتبتدي تمشي على الستاك بتاعي طول ما هو مش فاضي، تشيل منه اهو وتقاد فين؟ وتقاد في الكيو اللي اسمه تم. وبعد ما الستاك يفضى خالص خالص
هروح اخد الكيو بتاعي طول ما هو مش فاضي يعمل فيه ايه، ياخد منه الارقام بتاعته، يعني يعمل ريموف ويعمل لا ويعمل الاليمنتس دي يعمل لها بوش فين، يبوش في الستاك كده بالشكل اللي احنا شفناه ده. الستاك لو كان داخل كده يبقى هيخرج من الميثود بتاعتي شكله ازاي؟ معكوس. تمام؟ واضحة؟ تمام. طب لو انا عندي الكيو ده سوري الستاك ده اللي هو بعد ما اتقلب، عايزة ارجعه لاصله، عايزة ارجعه بالظبط زي 1 2 3 4 كده، احط في الستاك ولا احط في كيو؟ يعني هستخدم كحاجة مساعدة الستاك ولا الكيو؟ تعال نشوف الستاك هيبقى ازاي والكيو هيبقى ازاي. لو انا استعملت ستاك اسمه تم، ولو انا استعملت كيو اسمه تم. لو استخدمت ستاك يبقى الواحد هيجي هنا وينزل تحت، الاتنين تيجي هنا، التلات تيجي هنا، والاربعة تيجي هنا، صح كده؟ يبقى لما هاجي هطلع من التم فاحط في الستاك الاصلي بتاعي هيرجعوا بنفس الترتيب ده. تمام؟ لا انا عايزاه يرجع زي ما دخل في الاول خالص. يبقى انا الواحد ده هاخده احطه في كيو، وبعده اتنين تلاتة اربعة، عشان لما هاجي هرجع الكيو بتاعي هاخد من الكيو هرجع في الستاك، مين اول element هيخرج من الكيو؟ اللي هو الون، هيتحط من تحت، بعدين اتنين تلاتة اربعة. يبقى انا كده رجعت مين؟ كده رجعت الستاك لاصله خالص. تمام؟ يبقى عندك هنا لو انت عندك ستاك والستاك ده عايز تكيب الالمنتس اللي فيها بنفس الترتيب، يبقى انت استعمل ستاك تاني مساعد. لو انت عايز تعكس الترتيب هتستخدم مين؟ تستخدم الكيو يساعدك بعد كده ايه؟ يساعدك في شغلك. تمام كده؟ طب دكتور، نعم. هو temp dot added my stack dot pop ده معناها ايه يعني على معناها رسمك؟ ان انت، معناها ان انت شيل من الستاك حط في الكيو او حط في التمب. اه تمام. طب مش هي والوايل temp dot is empty my stack dot push temp dot remove. هي نفس الكلام، ريموف من التمب اللي هو ريموف من الكيو، اه تمام، وفي نفس الوقت تقاد فين؟ تقاد في الستاك، في تخش في الستيك. الستاك. تمام ماشي؟ تمام تمام واضحة؟ اه في حد عنده أي سؤال؟ صعب الكلام ده؟ لا طيب احنا كده المحاضرة خلصت. اه إن شاء الله بكرة محاضرتنا الجديدة، تمام؟ هنزل على طول الريكوردينج بتاعها، أول ما يظهر لي هنزله على طول. ماشي؟ وإن شاء الله أشوفكم بكرة بإذن الله في الإيه؟ في المحاضرة اللي بعدها. دكتور هوقف الريكوردينج، تمام، وهاخد أسئلتكم. حاضر.